فنجون كتير شغالين في مصر أصولهم غير مصرية، لكنهم بيعيشوا في مصر وبيشتغلوا فيها، وما بنقدرش نعرف من لهجتهم إن ليهم أصول من بلاد تانية خالص. وفي كمان نجوم اللي بيكون الأب أو الأم من جنسية غير مصرية، ودول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. نبدأ من الفنانة نيلي كريم اللي اتولدت في اسكندرية في 18 ديسمبر سنة 1974 لأب مصري وأم روسية، وبدأت حياتها من طفولتها في ممارسة الباليه لحد ما اشتغلت في الأوبرا، وبعدين بدأت حياتها الفنية في فوازير رمضان واللي كان اسمها حلم والعلم. كمان عندنا تارا عماد واللي اتولدت في القاهرة في 11 مايو 1993 لأب مصري وأم يوغوسلافية، وهي ممثلة وعارضة أزياء مصرية، واشتغلت في الإعلانات من طفولتها وواخدة لقب وصيفة ملكة جمال العالم، وبدايتها الفنية كانت من خلال مسلسل الجامعة سنة 2011. كمان النجم الكبير أحمد مكي، هو ممثل مصري لكن من مواليد وهران في الجزائر، لأب جزائري وأم مصرية، عاش طفولته في الجزائر قبل ما يجي مصر مع والدته، ويعيش في حي الطلبية ويدخل معهد السينما قسم الإخراج، وأول أعماله الفنية كان مخرج فيلم الحاسة السابعة. عندنا كمان الفنانة ياسمين جيلاني، وهي ممثلة اتولدت لأب سعودي وأم مصرية، وهي معاها الجنسية المصرية والسعودية. كانت بدايتها الفنية وهي طفلة بدعم من المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، وأول أعمالها الاحترافية كان فيلم المراكبي مع معالي زايد وصلاح السعداني. كمان النجمة المعتزلة حلا شيحة، ممثلة مصرية اتولدت لأم لبنانية وأب مصري في اسكندرية سنة 1979، وكانت بداية مسيرتها الفنية سنة 1997 من خلال مشاركتها بمسلسل نسر الشوق سنة 1997، ونقطة انطلاقتها الحقيقية لما شاركت بمسلسل الرجل الآخر سنة 1999. وطبعا بما أننا بنتكلم عن حلا، فمش هننسى هنا شيحة أختها، وبرضو هي من أم لبنانية وأب مصري، اتولدت سنة 1985 وبدأت حياتها الفنية من المسلسلات التلفزيونية زي وجع البعاد، البر الغربي، طيور الشمس، وشاركت كمان في بطولة أفلام سينمائية زي حب البنات، درس خصوصي. كمان ليلى علوي، وهي ممثلة مصرية اتولدت لأب مصري وأم يونانية، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة مع أبلة فضيلة في الإذاعة وبرنامج ماما سميحة في التلفزيون، اكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، وبعد كده اشتغلت في مسلسل دموع فوق الحقيقة كأول عمل ليها في التلفزيون كممثلة محترفة. عندنا كمان النجمة ميرفت أمين، واللي اتولدت في 24 نوفمبر سنة 1948 في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، بدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الجامعة، وبعد التخرج احترفت التمثيل وقدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي، اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر سنة 1968، واشتركت معاه في فيلم نفوس حائرة. ومش هننسى طبعا النجمة شيرين سيف النصر، اللي اتولدت سنة 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، وعاشت في فرنسا، وهناك شافها الفنان يوسف فرانسيس لما كان شغال في السفارة المصرية، واكتشفها عشان تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة سنة 1986 وتبدأ أعمالها الفنية. وفي كمان الفنان جميل راتب، اللي اتولد في 28 نوفمبر 1926، اللي اتولد في القاهرة، الأب مصري وأم فرنسية، ودخل مدرسة الحقوق الفرنسية وقرر دراسة التمثيل في السر بعيد عن أسرته اللي كانت بترفض شغله في الفن.